بعد ما وقعته بشبالي صار يهتم فيني وأنا صرت أتجاهله مشان مكب مسكتي أكتر. ما خلى طريقة يعلن فيها أحبه، وأنا أتبغداد وأتمعزز لحتى آخر شي لحقني بالشارع وكمشني من إيدي وصرخ. لحظة شوي. دايماً يدهم سوداء تطرق على قلبي هواكم وين إيه إيه يا جائرة لك في ال... يعني أنت هذا الحكي إليك مش إليك. يا جائرة كالزوايا النافرة في الأضلع المباشرة، كالنقطة المحاصرة في محيط الدائرة، كطعنة في الخاصرة واضح حبي لك. يا جائرة يا جائرة يا جائرة. خلص لحنا ما بتطلع. اسمعي كل مسامات الجسد والروح مذ كنت ولد، وكل ما يخصني إن اقترب أو ابتعد يحبك 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 لوحدك إلى الأبد، ويأبى أن يكون من دونك المكان، ويعجز النسيان عن طيك في الذاكرة، وأنت بعد حائرة. يا جائرة يا جائرة يا جائرة. خلص يوسف العالم عم تطلع علينا. خلص ولا كلمة. عودي إلى دفاترك واقلبي الصفحات وأطلس الحياة، ستدركين أنني وعدي الذي يحدك من أول الجهات لسادس الجهات، وأنني الوحيد في تاريخك من يشعل الثورات ويعشق المغامرة ويرضى أن يكون ضحية المؤامرة. يا جائرة يا جائرة. يوسف خلاص مشان الله خلاص. هش إلى ما تعبثين بقلبي المسكين، إلى ما كالسرايا الظافرة بالفلول الخاسرة، بالله أستعين. يا جائرة يا جائرة، أنا الذي منحتك أعنة المبادرة، وكنت مذ كنت لك كالغيوم الماطرة لعشب سهل ظامئ أحرقته الهاجرة. لماذا هذا الغي وهذه المكابرة؟ لست من العبيد ولست من الأباطرة، أنا التقي أنا التقي أنا التقي يا كافرة. كل شيء عندي قلته، قرري. Thank you.